فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. متر على مرمى الحارس كفياس طلال القرقوري، خرجة جميلة ديال طلال القرقوري، العمود الافقي ينوب الحارس كفياس. لحظة الاعادة، معروف على طلال القرقوري قد قوية جدا، قليل من الحظ كان بامكان طلال القرقوري فتح التسجيل. اذا ضربة زاوية للرجاء امامكم الحارس كفياس، 20 سنة، ضربة زاوية في الجيل التقوية، ممتاز سادلي، سادلي للمرة الثانية على التوالي كيتدخل أمام القبضة القوية ديال اللاعب روبرتو كارلوس، اللاعب اللي يمكن يهزم أي حارس في العالم. كرة خطيرة، ممتاز حارس سادلي، كانت كرة خطيرة دي لفريق ريال مدريد، كرة خطيرة دي، ولكن الرفع السريع ديال الحارس مصطفى الشادلي اللي لعبت من المستودع غادي يتوغل وبغى يقذف، ولكن كريم بو كيتدخل، مازال مستودع عنده كرة، محاط الآن صعب مهمة عليه، جوج لاعبين ماك مانامان وكريم بو كانوا، وضربة خطأ يعلن عنها حكم مباراة إليزوندو الأرجنتيني، خطيرة جدا تقريبا ب، وقطفة ديال ييرو كتمشي بعيدة نسبيا على العمود الأفقي لمرمى الحارس مصطفى الشادلي. ضربت 14 دقيقة و40 ثانية، كرة طابيو خطيرة ولكن مشات خارج أرضية الملعب. قلت اللاعب كريم بو البداية ديالو كان كريم بو، والحكم يعلن على خطأ للريال بدعوى لمس الكرة من طرف اللاعب خوباش باليد اليسرى روبرتو كارلوس، وقفة ديالو كتمشي بعيد على المرمى ديال حارس شادلي. كما قلت روبرتو كارلوس أمامكم على الصورة، اللاعب اللي كيواجه الجمهور البرازيلي بالصغير كل المباريات، سبب بسيط انه لاعب سابق لفريق فرقة دائرية، وكيدخل خوباش، والحكم من جديد يعلن عن خطأ أمامكم راؤول. هذا زكريا لاعب ناشئ اللي شق طريقه ب، وقد كان ضعيفة ديال فرناندو ييرو، وكيدخل رضا الرياحي ويدخل كرة الزاوية أمامكم مصطفى الشادي باركي، ولكن كيدخل لاعب فرناندو، وهذه ضربة خطأ جانبية لفريق ريال مدريد سنتيك البرازيلي روبرتو كارلوس. روبرتو كارلوس إذا 5 متر و50 لفريق روبرتو كارلوس، لمباركي كينسل، زاوية للرجاء، زاوية للرجاء أمامكم روبرتو كارلوس، هذا أبو شعيب لمباركي اللي البيضاوي خربوا الكرة الدائرية هدف للرجاء، هدف أجلي، هدف لحظة الفرحة الكبيرة لدى الجمهور. إذا الرجاء بعد مرور 30 دقيقة فوق على ريال مدريد، هدف للصفر، جول لفريق الرجاء، فرحة كبيرة للمدرب في جمال. لحظة تمريرة خباز وعطاير يوسف أسامي بالرأس، يركل الكرة في اليمنى من مرمى الحارس كاسياس، مساندة مطلقة للجمهور هنا فريق الرجاء، الكل يربي ديما ديما رجاء. اذا هذا الهدف غادي يعطي واحد الحماس كبير لعناصر الشباب فريق الرجاء. اذا 1-0 الحيمار كيمرر، كان امامه خطا كبير، ولكن ارتباك كبير في الاثناء في دفاع فريق ريال مدريد، والهستيريا تعم الرجاء في ملعب مورومبي، ما كاينش خطا، انيركا محدود جدا تقنيا. هذا هو الإعادة ديال الهدف في الجميل ديال لاعب أسامي، ومثل ما كمان غادي يعمل مباشرة عند الحارس مصطفى الشيخ المغربية، وبغى بضربة نقاط لمباركي، ولكن كيدخل ديفا ديال فريق الريال. كاين شروط، شروط ديال أنيركا، شروط ديال أنيركا، رياحي رياضة رياحي كرة دائرية، نفس بعيد عن اللاعب لمباركي، تفكو كما قلت في نفس الموضوع، ناطر ناطر كرة دائرية، كيفرز حارس كاسياس امام يوسف اسامي، الى كانت عند مستودع، ولكن روبرتو كارلوس اخر لحظه انقذ الموقف امام مرمى الحارس كاسياس. اذا كره تكتب العمود وكترجع، كره خطيره لفريق ريال مدريد امامكم مورينتيز، اللاعب اللي كطردوا الاعطاب هو الاخر روبرتو كارلوس، كره خرجت خرجت خارج ارضيه الملعب. 5 متر وخمسة كيشوف الان ما راضيش.
زكريا كرة دائرية يدخل فرناندو ييرو كرة خطيرة وكتخرج زاوية لفريق ريال مدريد فرصه اول تبعد عن السلف الجهه اليمنى اكتاف ولكن كان وضعيه ماشي مناسبه للقاتل المباراه كره دائريه وضربه راسيه للاعب فرناندو ييرو الثاري ارضيه الملعب ييرو بالخطا اذا ييرو يمنح التعادل لفريق ريال مدريد اذا 1-1 بين ريال مدريد والرجاء البيضاوي لحظة إعادة الحارس مصطفى الشاذلي مقارنة مع الجدار ما كانش الزاوية المعاكسة وعن مورياتا كرة خطيرة يتدخل لاعب موبيل خربوش كرة دائرية روسيا ضربة رأسية للاعب مستودع لمسات بعيد عن العمود الأفقي للحارس كاسياس ممتاز لمباركي كيتواجه ما تقدر لمباركي لاعب خالق متاعب كثيرة لفريق ريال مدريد كتاب كاسياس من زاوية صعيبة هي كرة سالغادو وكيتدخل طلال القرقوري هداري مكتورة هداري مورينتيز في النهضة الثاني ومثال ترتيب ديال اللاعبين ديال فريق الرجاء تردد اللاعبين ديال الدفاع ديال فريق الرجاء ترتيبوا باش يطيقوا اللاعب مورينتيز تلقاو من ضربة جزاء لاحظوا وصل تقريبا سبعة ديال اللاعبين كان وضع مريح جدا للاعب مورينتيز بنفس الطريقة ديال الهدف الأول مستودع كرة دائرية أداري من الكرات المترابطة الثنائية ديال فريق ريال مدريد أخيرا ينتعش المدرب ديال الأمل مستودع في مرار ولكن كيتدخل عنيد مورينتيز لاعب سريع في مرة كرة دائرية يصلح مستودع يمنح تعادل للرجاء هدف داخل كل شبكة هدف من الروعة بمكان مستودع يسجل التعادل للرجاء هدف لأهداف الرجاء يمكن فوز جملة واحدة أهداف خرافية الحيمر عن الطاير بنفس الطريقة ديال يوسف أسامي أخيرا الرجاء تسجل التعادل عرض جيد للغاية وعودة الدفء لمدرجات ملعب مورومبي اللي بدا كيمتعب الجمهور بأكمله هنا في مدينة ساو باولو مع فريق الرجاء التعاطف على مستوى الأداء كسبوا كبير في كرة القدم الوطنية البرازيلية كرة دائرية وكرة في خارج أرضية الملعب و55 لفريق الرجاء الهدف على الأقل باش يتجازى على هذا الجهد الكبير فرصة لفريق الرجاء لحظة بعد روبرتو كاروس غياخذ إنذار غادي ياخذ انذار ورقه حمراء ممتاز الحكم الارجنتيني اليزوندو والطرد غادي يطرد الجمهور هنا في ساو باولو لان الجمهور يقيم واحد الكراهيه كبيره هنا اللاعب روبرتو اذا ثلاثه لاعبين دفعه واحده يغادروا ارضيه الملعب غادي يخرج لومباركي وخرج جوتي وخرج روبرتو كارلوس كنشوف لومباركي يدرف الجمهور صراحة شيء مخزي للغاية أنا مو ثلاث لاعبين تختار باش يقدر مستودع راهول غادي يكتب ولكن وكرة تطير الرجاء مستودع يراوغ الحارس كاسياس يا للحظ العاطر الكرة تتمرر كرة دائرية وكتشي الزاوية مرمى الخطأ ممتاز خوباس كيبعدي وكتنزل أمام اللاعب زكريا زكريا كداس فرناندو ييرو كالكرة خارج أرضية الملعب 550 لفريق الرجاء
حكم ان مهمته غير ثلاثة المباراة امام فريق الرجاء البيضاوي. كابتن جيريمي تكبير الفرص. اخيرا نتنفس الصعداء. زوج كرات قراب من المرمى ديال الحارس السدي. هاشمي كيرجع تذكر في العمل تكبير. هدف اخر رياضي للرجاء. امامكم يوسف هاشمي. حتى كرة في طبق من ذهب من طرف لاعب مستودع. يلا طلال طلال خلي يمال. كرة اخرى تضيع للرجاء. طريقة سميلة باش نسل اللاعب طلال القرقوري. عمل لي عليه. تخرجوا اللاعبين ديال فرق الرجاء. حذاري من الكرات. اذا جيريمي تعكس مجريات اللعب. جيريمي يمنح الفوز. لاحظوا حسن الحركه اللي قادها مدرب تيلبوسكي. هدف يمكن نقول هديه. هذا هو الواقع. ما بقيش في محاوله هجوميه. ما مخدومش بلغه ديال جمهور كره القدم. ولكن كره قدم عادي. ما كتختارش المنطق بتاتا. ميلار كرة تضيع للرجاء. فريق الرجاء. رزق غادي يمرر. تمرر زكريا تكتف.